السلام عليكم مشاهدينا الكرام، فيديو جديد في هذه القناة عبد عمر تير. كما كتشوفوا معنا اليوم غادي ندوكم ان شاء الله باش تشوفوا واحد البرطما للبيع كثمن جد مناسب. مشاهدينا الكرام، ونقول لكم المساحة والمعلومات اللي كطلبوها ديما، المعلومات ديال الشقق ان شاء الله غادي نعطيكم المعلومات ديالها كاملة. بارتما ناضية مفرشة، ناضية اللي باغيها مرحبا، واللي ما بغيش الفراش ديالها حتى هو مرحبا، ما كاينش مشكل، باغي يدخل ليها بالفراش ديالها مرحبا، اللي ما بغاش بلا فراش مرحبا، ما كاينش مشكل. مشاهدينا الكرام، حنا قريبين للبارتما، حنا مازال غادي مستمرين في الطريق. هاد البارتما مشاهدينا الكرام كتواجد حتى كارفور حدا سوق الجملة ديال الخضرة ديال سلا. ان شاء الله غادي نديكم ليها مباشرة مشاهدينا الكرام تشوفوها. بارطمان ديال مشاهدينا الكرام مفرشة، كل شي ناضي فيها، جاهز فيها الماعن، فيها كل شي، بالتلفازة ديالها، بكل شي، الفراش ديالها كامل، هي ناضية مشاهدينا الكرام. اللي باغيها بالفراش ديالها بكل شي ليها مرحبا، ولا ما باغيش الفراش حتى هو مرحبا، ما كاينش المشكله. مشاهدينا الكرام، ان شاء الله غادي نبارطاجيو معكم الثمن والمساحه حتى تشوفوا معنا البارطمان. ان شاء الله حنا قربنا كما كتشوفوا معنا، حنا غادي بحال الطريق ديال سيدي موسى، الطريق هادي، ولكن حنايا غادي البارطمان كاينه انفاس مع سوق الجمله. كما كتشوفوا معنا احياء راقيه، احنا وصلنا كما كتشوفوا معنا الكرام والناس اللي شارينا هي الكلاسه. مشاهدينا الكرام، انتم منيا باش تشوفوا كدير داكشي ناضي، كاين سيكيورتي، كاين مراقبه الكاميرا، كلشي هنايا ناضي. هذا الباب ديال الدخله، وهذه هي البارطمان مشاهدينا الكرام اللي هضرنا عليها. ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك، شي حاجه زوينه بالمواعن ديالها، بكل شيء ليها. اللي حبيت توكل على الله ويدخل لها بالمواعن ديالها، بالكراسه ديالها، بكل شيء ليها، بالتلفازات ديالها، بالثلاجات، بكل شيء ليها، مكانه الصابون، كل شيء فيها ناضي. اللي بغى يتوكل على الله مرحبا، واللي باغيها بلا فراش بلا والو مرحبا، ما كاينش مشكله. مشاهدينا الكرام، هادو البلاكارات لاهوط كما كتشوفوا معنا، الفينيسيون الليز، الريدوات ديال الالومنيوم، الريدوات اوتوماتيك كيطلعوا بالضو كما كتشوفوا معنا. هذا الباب ديال الدخل ديال الكوزينه، ما شاء الله. هذا الصالون، الصالون انفاس مع لا كوزين كما كتشوفوا معنا. هذا هو الفراش اللي هضرنا عليه مشاهدينا الكرام، ومازال غادي نبارطاجيو معكم لقطه بلقطه الكابس لي سبوت، كل شيء ان شاء الله غادي نوريو لكم في هذا الفيديو هذا، وغادي نقول لكم الثمن والمساحه ان شاء الله. شوفوا البارطمون مشاهدينا الكرام، راه بارما، شفتوا الفينيسيون ديال القبس، فينيسيون كامل ناضيه. هانتوما من مشاهدينا الكرام، جوج شراجم، واحد في الصاله واحد في الكويزين، كلهم اوتوماتيك، كلهم بالضو. وهذا الباب ديال الدخله، وهذا الصالون كبير، هانتوما ليا بعد الواجهه هذه كما كتشوفوا معنا، ما شاء الله. مشاهدينا الكرام، المساحة ديالها 70 متر، الثمن 70 مليون، وقابل للتفاوض. مشاهدينا الكرام، قابل للتفاوض، اللي خاصتو مرحبا يتواصل معنا، النمرة هاي أسفل الفيديو، ويتواصل معنا ويجي يشوف البارطما، وديك الساعة نتفاهمو مع الثمن. بغاها بالفراش ديالها مرحبا، بغاها بلا فراش مرحبا، ما كاينش المشكل. هانتوما من مشاهدينا الكرام، الفينيسيو ديالها ناضي، فيها مشاهدينا الكرام جوج غرف،
وحمام والتواليت والدوش، كل شيء ناضي مشاهدينا الكرام. هانتم من يا هنا تهنا راكين دوش، دوش هادو مسايبينهم بالالومنيوم، اماكن الصابون هنا بتحط شي حويجات شي حاجه كتحطهم هنا بحال البلاكار، هو كاين وسط الدوش، كاين هنا التواليت، كاين لابابو، وهذا كاين هنايا دوش في بيت الناس. هذا بيت الناس اللي فيه الدوش، غندوز نوريكم الدوش هو الاول. هانتوما هنا نوريكم بيت الناس، هانتوما هنا هذه هي التواليت، هذا الدوش. شوف الدوش ناضي، كلشي فين ديالنا ناضية. هانتوما هنا هذا راه الدوش، كما شفتو معنا الدوش هذا. كاين الطواليط هنايا ولابابو، وهذا بيت الناس مشاهدينا الكرام كما كتشوفو معنا، كلشي باين واضح مشاهدينا الكرام. تا هو الريدو تا هو اوتوماتيك، تا هو الضو، فينيسيون الصباغة، كلشي ناضي، الفراش ديالك كامل ناضي. هانتوما التلفازة تا هي كلشي تا هو معروض للبيع، لا بغيتي تدخل لا ما عندي لا فراش ديالها بكلشي ليها، مرحبا. فيها 70 متر والثمن 70 مليون وقابل للتفاوض. اللي حاب يتوكل على الله يتواصل معنا النمرة في صندوق الوصف، ونجيبكم مباشرة للبارتما. كيما شتو معنا هانتو منيا، كل شي ناضي، كل شي بين واضح مشاهدينا الكرام. وما تنسوش مشاهدينا الكرام لأول مرة كيزور قناة عبد مارتي اللي اشترك عندنا في قناة، يفعل الجرس، يتابعونا ورقة البطن الحمراء وفعل الجرس وشي لايك شي كومنتير زوين اللي حفزنا باش نبقاو ديما نحطوكم جديد. وما تنسوش متابعينا الكرام بارطاجيو الفيديو للناس اللي غادي يشريو، مرحبا. شي صديق شي واحد من العائلة بغى يشري بارطاجي مع الفيديو، او شي واحد بغى يبيع شي بارطما ولا شي حاجه ولا شي طار ولا شي شقه ولا شي بقعه ولا شي حاجه يتواصل معنا في قناه عبد المرشيد، حنا مختصين بالعقارات، مرحبا بالجميع. ايوا اخوان ديالنا خليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. كان اخوكم عبد المرشيد من ابواب سالا، يلا نشوفكم فيديو جديد. تبارك الله عليكم، كنبغيكم كاملين ضغط ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الله يسهل لكل واحد مشاهدينا الكرام.